أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذا الموعد الإخباري على قناة رؤيا، والبداية بالعناوين. وزارة التربية تكشف آلية انتقال تلاميذ الأولى ابتدائي إلى السنة الثانية تلقائيا. إخماد 24 حريقا غابيا على مستوى 10 ولايات، والعملية متواصلة. ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة إلى 4137 شهيدا و13 ألف جريح. والأونروا تطالب بوصول المساعدات بشكل مستدام ودون شروط. أهلا بكم من جديد. كشفت وزارة التربية الوطنية عن كيفية التقويم البيداغوجي لتلاميذ الابتدائي للسنة الدراسية الحالية، مشيرة على الانتقال إلى السنة الثانية ابتدائي يكون آليا لكل تلميذ تابع دراسته بصفة منتظمة في السنة الأولى. وهو تقويم يتم بالتوازي مع عملية التعلم، يهدف إلى تثمين مجهود المتعلم مهما كانت طبيعته وشكله، ويخص اللغات والرياضيات دون سواها. كشفت المديرية العامة للحماية المدنية عن اندلاع 20 حريق غابة ليلة أمس الخميس بعدة ولايات، تم إخماد 11 حريق منها، فيما لا تزال عملية إخماد باقي الحرائق متواصلة. وفي جيج الأشرف والي الولاية أحمد مقلاتي شخصياً عن عملية إخماد النيران التي اندلعت في عديد المناطق بالولاية، منها تاكسانا وستارا بالميلية، وذلك بحضور السلطات الأمنية والعسكرية. هذا وتمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد جميع حرائق الغابات المندلعة منذ أمس الخميس إلى الجمعة في عدة ولايات عبر الوطن. إلى أحوال الطقس، من المرتقب أن تشهد درجات الحرارة تراجعاً ملحوظاً غداً السبت على الولايات الشمالية للوطن، مع تساقط أمطار معتبرة بالمناطق الشمالية خلال الصبيحة، بينما سيكون الطقس من مشمس إلى ممطر بالمناطق الشرقية بعد الظهيرة، وغائم بالمناطق الغربية والوسطى، مع رياح تصل سرعتها إلى 30 كم في الساعة بالشمال، في حين ستكون الأجواء مشمسة وصافية بالمناطق الجنوبية. أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن تسجيل اضطراب في برنامج الرحلات الداخلية من وإلى جنوب الوطن اليوم الجمعة. وحسب بيان الجوية الجزائرية، فإن الاضطرابات في برنامج الرحلات الداخلية من وإلى مطارات الجنوب راجع إلى سوء الأحوال الجوية. كما أضافت الجوية الجزائرية أن هذا الإنذار سيبقى ساري المفعول إلى غاية تحسن الأحوال الجوية. في الملف الفلسطيني، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة عن ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى أكثر من 4137 شهيداً وأكثر من 13000 جريح. ويواصل جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر شن غارات مكثفة على سكان غزة العزل، في ظل نقص إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، وهو ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة. في الموضوع ذاته، طالبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بوصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق، كما دعت للالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية ومرافق الأمم المتحدة. وكشفت الأونروا أن ملاجئها التي تؤوي أكثر من 500,000 شخص تعاني من الاكتظاظ، خصوصا في جنوب القطاع. نهاية جولتنا الإخبارية، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.